حسام، يمكن لازم اخد من التقرير لسؤالي عن فايلر وسؤالي لحضرتك، ازاي شايف موقف فايلر وازاي ممكن تقيمه؟ بص، اول حاجه عايز اقولها مبدئيا كده، هو في هجوم ضاغط جدا على نادي الزمالك والنادي الاهلي. يعني بدات بكالديرون وبعد كده النهارده فايلر، فتحس ان كده في حاجه عايزه توقع الكيانين، باين او يعني، بس ده عمرها ما هتحصل لان الزمالك والاهلي اكبر ناديين في الوطن العربي كله. واضح ان في يعني هو مثلا هم جت في دماغهم كده، كل واحد بينام ويصحى كمدير فني، انا عايز امشي بقى، عايز تمشي في حاجات، في يعني في حاجات احنا ممكن نكون متضررين فيها، وممكن نكون احنا عدتنا منها شويه. زي ما انت ذكرت النهارده في العقد بتاع فايلر، لما مكتوب ان ما فيش شرط جزائي، يعني شرط جزائي ان كل واحد يروح لحاله ويوم 30 اخر الشهر يكون كل واحد يروح لحاله من غير تصريحات، من غير يعني، حتى ما فيش شرط جزائي كمان معمول للمدرب زي ده. وبنعتب على بس كابتن، شرط الجزائي 6 شهور لو حد عايز يفسخ في مدة العقد، لكن لو حد عايز يفسخ بالتراضي من غير ما يدفع شرط الجزائي تكون ما بين الموسمين، الموسم الأول كان هيخلص يوم 15 قبل ما الاتحاد الأفريقي يرحل اللي هو المباريات على بتاعت بطولة سيمي فاينل أفريقيا. بالظبط، فعشان كده الأهلي لو أعلن حاجة أو فايلر أعلن حاجة، كل واحد هيدفع 1,200,000 دولار غرامة. ده غرامة، لكن التراضي إمتى؟ يبقى من 1/10 ل 10/10. طيب هو هل انا كالنادي الاهلي هقدر اقعد مستني رحمه مدير فني يفضل مستنيني يرقصني اذا كنت انا موجود انا مش موجود، ولا هروح ولا هاجي ومراتي مش عارفه ايه، وفي الاخر لما يجي يسافر ابدا انا ادور على مدير فني وانا في منعطف خلاص، يعني انا بلعب بسيمي بس فاينل؟ الاهلي مجهز، الاهلي اكيد مجهز مجهز كابتن محمد يوسف تحسبا لاي حاجه، وفي اكيد. نفس الوقت حتى لو ما فيش كابتن حسام وفايلر رحل دلوقتي، هل انت شايف ان الافضل اجيب مدير فني مصري ولا مدير فني اجنبي بصراحه؟ بص، هو الاغلب في الوقت الحالي لو هو مشي لازم يبقى مصري، تمام. عشان ادور على حد تاني. يمكن انا شفتك قبل ما ادخل على في الفاصل انه في عروض اللي هو الارجنتيني في كالدرون وفي الان جريس، بس هو الفكره كلها انا عايز دلوقتي زي ما عملنا مع زي ما مستشار متضع عمل مع كابتن طارق يحيى، ان هو كان انسب واحد يبقى موجود في الوقت ده في الفتره ديت، ايا كانت المباراه او مباريتين، فكان لازم هو ياخد الفتره ديت، وبعد كده هو يكون برضو يجهز المدير الفني الاجنبي زي ما حصل وتعاقد مع باتشيكو. فكان مطلوب برضو من النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ان هو برضو اقرب واحد يبقى موجود عن النادي الاهلي كبير، وزي ما حضرتك ذكرت وقلت في عماد النحاس، وفي يعني بسم الله ما شاء الله مدربين عظام حقيقي مع الموجودين، والتارجت والهدف اللي بيسعى له النادي الاهلي او نادي الزمالك. اعتقد ان اي مدير فني من اولاد النادي هيشتغل في الكيان ده او في الفتره ديت في وسط القيمين الكبار دول، اعتقد ان هو هينجح. وانت قلت يمكن محترم مين، يمكن عم حارس، ايا كان اللي هيبقى موجود صدقني هينجح، لان الاثنين واقفين. فانا حاسس من جوايا قبل ما اطلع معاك على الهواء، ويمكن انا بقولها يعني فعلا كده فكري، يعني ان في حاجه على الناديين الكبار، يعني كون ان كالدرون ده في ثانيه انا ماشي عشان خاطر الفلوس، يا عم انت ايه يا عم انت مش الدرجه دي، خد شرط الجزائي بتاعك في الشنطه وشكرا. لا مش كده، التاني نفس الكلام برضه عايز يمشي، اصل مراتي مش عارف ايه، والمساعد بتاعي اللي انا مساعد ايه، وانا هعتمد على المساعد بتاعي، انا بشتغل برضه بايدي، لازم انا اللي اشتغل بايدي. فالفكره ان انت جاي في وقت قاتل، ونفرض كانت البطوله اتلعبت في الفتره اللي احنا كنا فيها في اخر نوفمبر، ما كنتش هتلعب؟ انت كنت هتلعب انت، وانت ليه وافقت كفايلر كمدير فني ان انت تاجل المباراه على شهر 10، تاجل السيمي فاينال مباراه الوداد؟ ما هو الاتحاد الافريقي هو اللي طبيعي، هو ما هو اللي بياخد الراء، بياخد اراء برضو من المدير الفنيين، وياخد اراء من مجالس الادارات الوداد والرجاء كان في حالات كورونا، فالاهلي لما كان موجود في الاجتماع الخاص بالانديه الافريقيه في الاتحاد الافريقي قال لك ناجل، يعني ناجل مع الانديه اللي عايزه تاجل. انا عارف ان انا عندي دلوقتي الفتره اللي جايه لو انا اجلت يبقى انا داخل في منعطف ان انا خلاص في فينش مع تعاقد مع كونتراته بيخلص مع فايلر. فيعني كنت اعمل حساب الحته ان انا ممكن الوقت يقرب مني زي ما حصل دلوقتي، اهو حاطيني في خانه اليك دلوقتي، انا مش عارف اعمل معاه ايه، هل هيمشي هل قاعد ولا هسافر وانا. طب هل بصراحه، طب هسالك سؤال بشكل تاني يا كابتن حسام، هل لو فايلر كمل حتى وقعد مع النادي الاهلي ورحل الشرط الجزائي ل 1 نوفمبر ل 10 نوفمبر، هل تفتكر ان مدير فني بالاتيتيود اللي فايلر فيه في الفتره الاخيره، وان هو زي ما الكل متفق، الكل اللي بيتكلم عن النادي الاهلي شايف ان فايلر بعد ما رجع من سويسرا وبعد الكورونا متسبسب متوتر متضايق زعلان، هل حضرتك شايف ان هو ممكن يؤدي، او الاهلي او الاهلاويه او مجلس الاداره يكون عارف ان الاهلي فيه امينه في قبل النهائي امام الوداد؟
هو كلنا قلنا على فايلر اول ما جه ان هو حاجه جامده جدا، مدرب كبير مع طبعا، ان عبقري. طبعا في حين ان احنا السي في بتاعه كان مش السي في القوي طبعا من السيفيهات اللي اتعرضت، انما في الاول والاخر كان اعتماد لجنه الكره في النادي الاهلي ان هم يشتغلوا على الراجل عشان عنده فكر. فلما اشتغلوا عليها ديت فرقت معاه، لانه بيكسب مباريات كتير قوي، ماشي بتارجت عالي جدا في المكسب المباريات، ودي اديته فرصه ان هو يبقى متشاف ودايما مرئي والناس شايفاه. فانت برضو ما عرفتش تحافظ عليه، دي حاجه. الحاجه الثانيه المشكله ان انت يعني هو بدا يكسب، بس انا زي ما انت قلت وزي ما احنا بنقول دايما عمرها ما هتقف على مدير فني، عمرها والله لو عملت ايه عمرها، ولا لعيب ولا مدير فني ولا اي حاجه حد خالص. بس الفكره ان انت كنت لازم تبقى عامل حسابك عليه. هو عايز يمشي يمشي، مفيش مشكله، انت عندك مشاكل خلاص مفيش مشكله امشي. في ناس تانية بص عطشانه كوره وعطشانه تدريب وعطشانه النادي الاهلي ونادي الزمالك ان هي تمسك في المكان. فطبعا كون ان هو يبقى موجود كابتن محمد يوسف او عماد النحاس او ايا كان اللي موجود من ابناء النادي، فده هيبقى انا شايف انها هتبقى فرصه احسن. انا بتكلم دلوقتي، انا مش بتكلم عن اني زملكاوي ولا اهلاوي، انا بتكلم في كره القدم بشكل عام. بشكل عام انا لما بقعد اتفرج على ماتشات الاهلي والزمالك فعلا والله لما الاهلي بيجيب جون بسقف، يعني شايف ان الكوره مش حلوه. متعصب يا كابتن حسين؟ لا 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 خالص، لا خالص. بس انا طبعا في عين النادي الاهلي اكيد طبعا، الزمالك طبعا لا عشقي، بس انما لا بتفرج على اني لعيب كوره.